هو مرسيل خليفة يعود إلى دمشق بعد أقل من شهر على مجيئه الأول، لكن ليغني هذه المرة لغزة برفقة السيمفونية الوطنية السورية التي ضمت أكثر من 180 عازفا ومغنيا. ضم برنامج الحفل افتتاحية موسيقية بعنوان تحية إلى فلسطين، ثم صلب العمل وهو غنائية أحمد العربي للشاعر الراحل محمود درويش الذي قدم بها مرسيل نفسه كمغني أوبرالي لأول مرة في سوريا بدون لود وبرفقة المغنية أمين خليل. أما رأي الحفل الذي قدم على يومين وبلغ أكثر من 2,000,000 ليرة سورية فذهب لصالح غزة عن طريق الأونروا، وهكذا كان ختام احتفالية دمشق عاصمة للثقافة العربية لعام 2008 بعنوان صامدون. همام كدر، الجزيرة دوت.